يعني ما حاجات كده لا يعني ما حدش صدقها. ليه؟ لان المنتج مستعجل. ما انت مش مطلوب منك تستعجل، احنا هدفنا هنا ان احنا نقول يعني ايه ترجمه متميزه، مش مجرد ترجمه، ترجمه ماليه السوق، والترجمه التجاريه بالذات هي اللي مودينا في داهيه بجد وباللفظ كده، مودينا في داهيه. لان انا بشوف عقود مترجمه ملهاش علاقه بالكلام اللي مكتوب اصلا، مجرد ان هو ضرب الكلام في جوجل وعدل عليه وخلاص بعته للعميل، والعميل لانه غرضه اصلا تجاري مش هيبص وراه. وبالتالي ده مش بيأثر على المترجم لوحده، ده بيأثر على السوق كله وعلى المترجمين المصريين وعلى سمعة المترجمين المصريين. عشان كده احنا محتاجين نبقى يعني نبرز الناس المتميزة اللي عايزة تتعب. المتميز مش اللي هو له اسم، بالعكس الاسم ده يعني كلنا زايدين بإذن الله يعني، لكن أو في الدنيا على الأقل. لكن المتميز هو اللي يبقى عايز يتعب ومثابر ومصر ان هو يوصل. انا مترجم مصري، انا اهو المترجم المصري اللي انتوا بتقولوا ان احنا بوابنا سوق الترجمه، لا انا ترجمتي اهي هيجولك من كل مكان فعلا، وده حاصل من خبره ومن تجربه مش مجرد كلام. يبقى في البدايه اهم حاجه ان احنا بنركز على الكم اهم من الكيف اكتر من الكم. برضه من ضمن مهارات المترجم اللي هو لازم يتعلمها لو مش عنده تقبل النقد البناء. يعني يوم ما يجي لك ان شاء الله بعد ما نشتغل بقى ويجي لنا نقد بناء من العميل، مش ايه ده هو محمر لي الملف كده ليه؟ انا مش شغال مع العميل ده تاني، لا انت جاي تكون غلطان. يعني انا بشوف ان الفيدباك او التعليقات اللي بيبعتها لي العميل دي برضه بالنسبه لي كنز. انا بمسك الملف اللي العميل بعته ده واشوف التراك تشينج واتعقبها كلمه كلمه، وكل كلمه حلوه بقعد ارددها ثلاث مرات. يعني لو هو كاتب كلمه وغير لي كلمه وعجبتني، سواء اسلوب لغه عربيه، سواء كلمه انا كنت بستخدمها بمعنى وهو غير المعنى، بقعد اردد الكلمه. الملف اللي جاي بتاعه لو في نفس الموضوع مستحيل افوت كلمه من اللي هو معدلها لي. وبالتالي بيبعت لي ثانك يو علشان انت بروفيشنال، انت كده اشتغلتي صح، انك خدت تعليقاتي. مش كل اللي العميل بيبعته بيبقى غلط، بس دي تفضيلات العميل. العميل ممكن يبعت لك انا افضل ان انت تستخدم الكلمه دي مكان الكلمه دي. هنا بقى ما تنشفش دماغك وتقول لا ده انا شايفها في الكتاب الفلاني كده يبقى هي كده. هنا بقى تنشيف الدماغ مش نافع، ده شغل هو، وما دام مش غلط بنتبع كلام العميل، ما فيهاش مشكله خالص دي بالنسبه له. طيب لو انا العميل بعت لي مثلا ملف وكان معدل حاجات وانا لقيت ان هو معدله غلط، يعني مثلا مره عميل عدل لي كلمه ايت، انا بعملها اي عموما لان اي افصح للمذكر وللمؤنث. طب اعمل ايه؟ ما انا ممكن اعدي خلاص، ما انا مش فاضي. لا انا عايزه افهمه ان انا مش غلطانه في دي، ماشي لو انا في غلط تاني انا متقبلاه، لكن ده مش غلط. جبت له السبب ان دي الافصح في الاستخدام اي، هي صح طبعا اي بتستخدم للمؤنث، لكن الافصح للاثنين اي. جبت له السبب وبعته له في البيت وبعت لي اعتذار، انا اسف ما كنتش اعرف المعلومه ودي شكرا على المعلومه الجديده. تمام؟ فهنا الموضوع بسيط، مش ان احنا بقى بنطلع لبعض اخطاء، ما دام العميل نفسه مش بنعمل كده. لكن لو العميل بقى قاعد يتسبب لك الاخطاء هنا في وقفه. يعني انا بتكلم على العميل عموما اللي هو عادي عادي المترجم اللي بيبعت التعليقات دي علشان يفيدك انت. في كمان عندنا الاستفاده من خبرات الاخرين وان كانوا اصغر سنا، يعني فقد تساعد تصادف مترجما لم يبلغ من العمر مثلما بلغت وتفوق عليك بخبراته وابداعه. ده حقيقي. الخبره في الترجمه بالذات مش بالسن. كثره التدريب، كثره الممارسه، كثره الاطلاع، الدماغ. في مترجم دماغه الماس، تلاقيه يكتب لك الجمله كده كتابها ازاي؟ انا بشوف مترجمين في الكليه لسه وبيترجموا في الكودز او الحاجات اللي بنزلها على الرابطه حاجات انا فعلا ما كنتش هترجمها كده. بفضل اقرا ترجمته واقول طب انا كنت هترجمها ايه لو انا دايما نقارن، دايما اشوف انا كنت هترجم كده، لا هو ترجمها احسن مني، لا انا ممكن اترجم احسن منه. مش احسن منه عشان انا ابقى احسن منه، لا عشان ترجمتي تبقى كويسه. بهدف دايما ان انا اكون كويس مش ان انا اكون احسن من حد. بعد بقى ما نتنقل بين الملفات ويعني في البدايه خالص بعد ما نشتغل بقى تدريب نتدرب على نفسنا ونحس ان احنا بقى لنا مثلا ست
7 شهور كده ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنتدرب على الترجمه وبنقرا في كل كتب الترجمه المتاحه. مش كل الناس بتقدر تخلص الكتاب، يعني في ناس انا عندي اصدقاء ليا بيفتحوا الكتب يقروا صفحتين ثلاثه اربعه ويسيبوا الكتاب يفتحوا غيره وهكذا. الناس اللي من النوع ده بنصحها ان هي يعني خش على المفيد، لا لك دعوه بمقدمه الكاتب ولا لك دعوه بالفهرست، او بص على الفهرست عشان تشوف الحاجات اللي ممكن تفيدك، روح لها مباشره. فيبقى انت كده فتحت الكتاب خدت المفيد منه ومشيت. لو انت ما عندكش خلق للقراءه، واحده بواحده من كتر ما انت بتقرا كل يوم، حتى لو انت مش قارئ، هتلاقي نفسك اتعودت يوميا ان انت ما تقراش. بالظبط زي القران اللي بيتعود ان هو يقرا الصبح صفحه من المصحف كل يوم، اثنين ثلاثه، بتلاقي الصفحه بقت اثنين، بتلاقي الصفحه بقت ثلاثه، بيجي في يوم لو صحي مسك قلم عشان يكتب كلمه من غير ما يقرا قران دماغه بتقفل. هو ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كده، هو دايما احنا دماغنا بتتسيستم على الحاجات اللي احنا بنتعود عليها، فنخلي دايما تعودنا على شيء مفيد. تمام؟ طيب برضو من الاسئله اللي دايما بتتكرر، اتخصص ولا اشتغل في كله؟ وده سؤال مهم قوي. ان في حاجه دايما انا بكررها، انا ما اعرفش صراحه دي جمله مين، بس انا بكررها من يجي 20 سنه كده مش جملتي لكن انا مش فاكره مين اللي قالها. التميز في التخصص. ليه؟ يعني ايه التميز في التخصص؟ يعني انا ايه اللي هيخليني اتميز لما ابقى متخصص؟ ما انا ممكن ابقى بتاع كله وابقى متميز برضه، وارد. بس الفكره في حاجه، ان انا لما اتخصص في الترجمه القانونيه مثلا هيبقى عندي الوقت وانا شغال في العقد ان افتح القانون واقراه، لكن لما فشخلت كذا حاجه هقرا ايه ولا ايه؟ ففي البدايه خالص انا اشتغلت انا نفسي 4 سنين او اكتر في كل المجالات ما عدا التكنيكال. كنت بشتغل تعليمي، علم نفس، مالي، اقتصادي. بعد كده من بعد ما تخصصت في الترجمه القانونيه لقيت ان صعب قوي ادمج معاها حاجه غير الترجمه الماليه او الاقتصاديه، لان فيهم من بعض. فنصيحتي بقى ليكم ان انتم هتبتدوا في الاول تشتغلوا في معظم المجالات. ليه اصلا في الاول لازم هتشتغلوا في معظم المجالات؟ لان في الاول الشغل ما بيبقاش كتير قوي. فالعميل تبعت شغل تعليمي هاخده وادور برضه وابحث واطلع له الملف زي الفل، العميل تبعت مالي هاخده، العميل تبعت اقتصادي هاخده، وهكذا. بعد كده كل واحد فينا بقى بيحب مجال معين، انا دايما بقول الكلمه دي، المجال اللي تحبه هو اللي هتشتغل فيه. طبعا في ناس بتقول لا هو مش بالحب، لا هو بالحب، هو بالحب. الحب ده مش معناه ان انا لو ما حبيتش الترجمه مش هشتغل. الفكره في الحب دي مش المنطق اللي عندنا كلنا، الفكره ان انا برتاح هنا، انا برتاح في الملف ده، فلما بيجي لي ما بقعدش دماغي مشغول يا ترى انا هعمل ايه، لو هصحى الصبح هشتغل ازاي، انا مش فاهم اصلا هو بيتكلم في ايه. لا، انا بقى يجي لي الملف وانا مرتاح، الحمد لله ده انا عندي عقد هصحى اعمله، ده مش هياخد حاجه، لاني ايه، انا فاهم المجال، حتى لو تعبت فيه فانا بتعب في مجالي. يبقى ده اللي انا بحبه، ده اللي انا هشتغله، ده اللي انا هقطع فيه. هقطع برضه، يعني دايما اسمع الترجمه ما فيهاش ابداع، لا فيها ابداع. ابداعك في الترجمه ان انت تطلع الجمله تتفهم من غير ما تاثر على المعنى الكاتب الاصلي كاتبه، ومن غير ما تحس ان في ركاكه في المعنى. ما احنا ما في ناس كتير قوي ملتزمه بالنص في القانوني، لكن تيجي تقرا مش فاهم، ما هو الكلام قدامك رص 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 رص. لا، المبدع بقى هو اللي يطلع الكلمه دي مفهومه، تحس ان في سلاسه كده، الكلام ماشي ولا كانه مترجم اصلا. هو ده الابداع بقى، الابداع ان انا اطلع ترجمه متميزه. تمام؟ من عناصر الترجمه المتميزه بقى دراسة أكاديمية متعمقة، عشان في ناس بتقول الترجمة مش محتاجة دراسة، الترجمة مش محتاجة شهادة. ماشي، أنا ممكن أوافق على حاجة زي دي، لكن الترجمة محتاجة دراسة. يعني ينفع الدكتور يشتغل مترجم؟ ينفع الدكتور يشتغل مترجم، بس مش هيطلع لي من كلية الطب ويروح ماسك قلم وورقة ومترجم. ادرس ترجمة مع نفسك، ماشي مع نفسك، ما تجيبليش شهادة وتقول لي أنا مترجم. أهو فكرة، مش الشهادة هنا بالذات، لكن الفكره انك ما تقوليش اي حد بموهبه، لا، انت كده بتتعدى على حاجات كتير قوي. يعني كده انت بتدوس على كل على حاجات كتير ما ينفعش تداس عليها. قول لي انا هشتغل مترجم من غير شهاده، اقول لك ماشي. لكن
لكن ما تقوليش انا هشتغل مترجم من غير ما ادرس. هنا بقى انت بتقتلني انا، ما انا درست وعارفه انا درست ايه ومديري درس وعارف هو درس ايه. هنا ادرس واشتغل مترجم، ربنا يرزقك ويرزقنا. هي مش حكره على حد، لكن هي حكره على اللي مش فاهم ترجمه، دول اللي بيودونا في داهيه، مش اللي هم مش خريجي لغات بس، حتى خريجي لغات اللي مش فاهمين، دول اللي مخليين الناس بتقول ده في مترجمين مصريين مبوظين السوق. ما انت زي ما تقول في مترجمين مصريين مبوظين السوق، قول في مترجمين مصريين متميزين. انا من اول ما اتخرجت في مترجم سوري هو دلوقتي فاتح كذا مكتب في مصر، قال لي المترجمين المصريين من اكثر المترجمين المتميزين، لان اللغه العاميه بتاعتهم مش مأثره على اللغه العربيه الفصحى. طبعا مش معناه ان كل المترجمين المصريين متميزين، علشان بس ما حدش يفهم غلط، لكن المعنى ان زي ما في مترجم مش همه غير ان هو ياخد الورقه بخمسه وسته ويضيع السوق، في مترجم تاني فاهم مهنته وعارف ان له قيمه وما بياخدش الاسعار دي اصلا، مش علشان هو متكبر على الناس، لا عشان عارف ان قيمه الصفحه اكتر باضعاف اضعاف من اللي بيترمي لنا هنا. من النقاط المهمه قوي برضه اللي احب اركز عليها فهم النص وعدم الاستعجال باول معنى. تمام؟ اول معنى حتى مش اللي في دماغي، اول معنى حتى في القاموس. يعني انا لما اروح افتح القاموس والاقي اول معنى يجي مش هو ده المعنى، ده انا عايز المعنى في السياق. القاموس واحد مش كفايه، والبحث الواحد مش كفايه، في حاجه اسمها اعمال العقل. انا ممكن اطلع افتح قاموس مونولينجول وافتح قاموس بايلينجول واعمل بحث على جوجل وفي كل مكان، واحس ان الكلام اللي موجود كله مش ماشي مع اللي قدامي. وهنا انا اعمل عقلي هلاقي معنى الناس اللي قدامي في الضوء اللي انا في ضوء اللي انا قريته، في ضوء اللي انا دورت فيه ده كله. طيب احنا بقى كده اتدربنا والحمد لله، يعني وصلنا للمرحله اللي احنا خلاص هنبتدي فيها، عايزين نشتغل. نعمل ايه؟ نروح فين؟ يعني ايه مصادر اللي ممكن احنا نروح لها علشان نشتغل؟ في حاجات كتير قوي ممكن نتوجه لها. اول حاجه وانا بنصح